المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان. بعد مرور 15 يوما من الشهر الفضيل يكون هذا البرنامج قد قطع معكم شوطا من حكايا الإنسان ونقل إليكم شيئا من معاناتنا ومعاناة بلدنا الحبيب. وما يزال في جعبتنا 15 يوما أيضا سنحاول فيها أن ننقل إليكم بعضا من صور المعاناة ونقترح حلولا لها. وفيها في كل يوم 3 جوائز مالية، 15 حلقة ومعها 45 جائزة بواقع 3 جوائز يوميا بقيمة 100,000 ريال لكل جائزة منها. حظ سعيد لكم جميعا مشاهدينا، وأذكر في الفائزين بحلقة ما قبل الأمس وكانت بعنوان أطفال المخيمات، وكان الفائزون الثلاثة هم سامي عبد الباقي سيف العبسي من صنعاء، والفائز الثاني عبد الباري عبد القادر أحمد علي من تعز، الفائز الثالث يحيى صادق عبد الرحمن محمد من تعز. مشاهدينا، في ختام هذه الحلقة أيضا سنختار الفائزين الثلاثة عن الحلقة 14 وبشكل عشوائي معكم من برنامج حيث الإنسان، وكانت عنوان حلقة أمس النازحون غرباء في بلادهم. لكن قبل ذلك ننتقل إلى فقرتنا الثانية لهذه الليلة، فأهلا بكم. مشاهدينا، قصة اليوم ستعود بنا إلى تعز، إلى قصة هي عنوان لملف شائك وهو ملف الجرحى. بطل قصتنا لهذه الليلة هو الجريح جمال العزاني، الشاب الذي ذهب ممتلئا بأمل عنوانه الوطن، ليعود بعدها بإعاقة جسدية وعكاز وخذلان كبير. من هنا تبدأ القصة. قصة هذا الجندي الشاب جمال العزاني الذي غادر قريته تاركا أسرته الصغيرة. ذهب ممتلئا بأمل عنوانه الوطن، ليعود بعدها بإعاقة جسدية وعكاز وخذلان كبير. اضطريت ان انا اخرج الجبهه مدافعا عن كرامتي وكرامه تعز وارض تعز وبسلاحي الشخصي، حيث جلست في نقد قسيم في جبهه الضباب المسراخ حوالي سنه ونص في تلك الجبهه لا تاريخ. طبعا كنت مرافقا مع القائد الشمساني عبد الرحمن الشمساني وحبيب الشراقي. فترة بعد التحرير تقريبا بشهر في تاريخ 16/3/2016 بعد تحرير نقد قسيم والمسراخ، تمت إصابتي بلغم زرعته ميليشية الحوثي. بعد عام ونصف عاد جمال إلى قريته، إلى حيث كان ينام في طفولته. اضطريت أن أنا أعمل بطاط عربية لأوفر علاجي ومصاريف أهلي وأسرتي. جهات البطاط بسبب إهمال الشرعية وقيادتنا. تروي أمه الحكاية معتمدة على حدس ربما يظنه البعض هواجس مسنين. وصل لي الخبر، هو ما وصلش خبر، بس أنا نظرته بالليل، نظرته أنه تعور تحت الركبة، وأنه كان كده يتقفاز وفيه كان مكان في قدره، بس صورته كان مسويت. بعدين خلاص بكرته ضيق علو، قلت ما تكون يمكن مشكله ولا شيء. ابكر اتصل جاوبني اول شيء، عاد اللغه ما قريت. بعد قلت له جمال حذر نفسك، كما جمال شتي اتعور ولا شيء. يا جمال كمان شفت انه انت معور تحت الركبه، احذر نفسك يجي له هنا. كومة الأوراق المكدسة هذه تحكي بداخلها تفاصيل 23 عملية في مستشفيات عدة. هذا المشهد وحده كاف للاعتراف بفظاعة الحرب ومآلاتها الصعبة وجراحها العميقة.
بعد لما قاهونا ما قدرتش خالص لا بمصاريفه ولا قدرته بعلاقه، رحت قلنا بالشمس هاني ثانيه قلت له اخي يا اما تسلط شلوت عالقوه تندل حاجته ولا تلازل لك باقيته خلاص ما عادش نعمل هو. وبعد هذا الخذلان الذي عانى منه جمال وأسرته جراء تخاذل الجهات الرسمية وقيادة الجيش الوطني، يحاول المجتمع تقديم صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي عرف به اليمنيون. والله الحمد لله أشوف في زبائن حتى وإن كان محل ما يشتري بطاط، بس يعني كان وضعي تعبان يضطروا يأخذوا كم مساعدة كم قابرة الحمد لله الحمد لله عدهم في يوم الخير. ليس جمال وحده من يعيش هذه المأساة، لكنها قصة المئات وربما الآلاف ممن تركتهم الحكومة جرحى دون سند أو علاج. كان الوالد حفظه الله كان يعني يعطي كذا أشياء، كان هذا في عمل في صحة، بس الآن ذبحة صدرية، اللي حصلت له إنه ذبحة صدرية، وقف عن العمل، بقيت أنا المسؤول الوحيد في هذه الأسرة كلها. خلاص فكرت بمشروع عربيه بطاط، عربيه صغيره على قدري، والله العظيم ان انا حصلت حارق بالجامعه، العربيه هذه بعد تقريبا ما ضربت في الجامعه ما ضربوا الجامعه كانت حارق، حصلت ما حد اخذها، اخذته سالت عن صاحبه حصلته من اخ الحبيل قال لي خذها. في كل حاضره او ريف تجد هذه الالام، هذه الجراح، هذه المناشدات والشكاوى، هذه التاملات في عيون الناس، وهذا الانتظار الطويل للمجهول الذي قد لا يأتي. تفاقمت مشكلات هذه الأسرة الصغيرة، وكان الأب الجذع الأخير الذي انكسر في حياة هؤلاء، وعندما تأتي الأحزان فإنها لا تأتي فرادى. الوضع سيء مرة، يعني الحين محتاج للمساعدة، ولا إنه كان أبوه قام يقول لك يساعدني الحمد لله ما بوش حاجة. بعدين أبوه عملت أبوه قبل 2011 كان عملت أبوه قلطة، والآن قبل أسبوعين أو ثلاثة يعني عملت أبوه هنا ذبحة، بعدين تعب واسعفنوا للمستشفى العسكري واسعفنوا للجمهوري تمام، أخذنا العلاج قلنا له جمال الحين ترى مش ساعدين إحنا بالعلاج، والله حتى الآن ما قدرنا نساعده بالعلاج. هكذا يقضي جمال أيامه منذ عودته من جبهات القتال، جل نهاره في بيع البطاطا، وما تبقى من وقته يعد فيه لغد لا يختلف بشيء عن الأمس. الإعاقة لا تعني الاستسلام للعجز، بل الوقوف في وجه الحياة، وهذا ما تقوله هذه الخطوات البطيئة لجمال جريح الحرب الذي لم يعد يسنده شيء سوى هذه العصا. أمام هذه المعاناة التي صبرت ورفضت الانكسار، وبعد أن توقفت الحيل، كان لابد من سند آخر يداوي جزءاً من أحزان هذه الأسرة ويعمل على تماسكها. ولذلك قرر فريق برنامج حيث الإنسان التدخل ليوفر لجمال ما يحتاجه من مستلزمات للاستمرار في تحدي صعوبات الحياة. ذهب الفريق لشراء الأدوات اللازمة التي تحتاجها هذه الأسرة لإسناد هذا المشروع الصغير الذي لن ينهي بالتأكيد آلام أسرة جمال. نمحو بعض الأحزان أن
يمسح دمعة حرمان أن ننقذ قدر الإمكان. قد يبقي هذا المشروع جمال وأسرته على قيد الحياة، لكن هذه الأسرة الريفية البسيطة لن تتناسى آلامها، وستظل غارقة في الظلام ما لم يتخلص هذا الجندي الجامح من هذه العصا وإلى الأبد. إذن مشاهدينا، في القصة التي شاهدناها قال أحدهم: قدمنا الدماء واستكثرتم علينا ثمن العلاج. ليلخص فداحة غياب الدولة وعدم التزامها بواجبها الوطني والعسكري في حق جرح الجيش الوطني، الجرحى وحدهم الآن يمضون مثقلين بجراحهم وإعاقتهم التي صنعتها الحرب وفاقمها خذلان الجهات المعنية. الجرحى ممن حاربوا في صفوف الشرعية ودافعوا عن مدنهم ودولتهم، تحولت جراحهم إلى إعاقات دائمة، وتحولت قضيتهم إلى مشكلة ستمتد آثارها إلى ما بعد الحرب والشرعية نفسها. بلغ عدد جرحى تعز فقط أكثر من 22 ألف جريح بحسب اللجنة الطبية لجرحى تعز حتى منتصف إبريل الماضي، هذا في تعز فقط، ناهيك عن جرحى الجيش الوطني في حجة ومأرب والضالع وعدن وشبوة والبيضاء المغيبة وكل الجبهات العسكرية التي تخوض معاركها من استعادة الدولة. عشرات الآلاف لا أحد يأبه بهم. إذا مشاهدينا، بالتأكيد تابعنا جميعا هذه القصة وركزتم في تفاصيلها حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال حلقة اليوم. وإليكم سؤال حلقة اليوم، والسؤال يقول: كم عدد العمليات التي أجراها الجريح جمال العزاني بطل قصة اليوم؟ والاختيارات الثلاثة هي 23 عملية الاختيار الأول، 21 عملية الاختيار الثاني، 10 عمليات الاختيار الثالث. إذن مشاهدينا الكرام، ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة إما 1 أو 2 أو 3 وإرسالها على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، ولديكم فرصة للفوز معنا بإحدى من واحدة من الثلاث الجوائز المالية، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. والوقت المتاح لكم لإرسال إجاباتكم يستمر حتى 5 عصرا من يوم الغد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، الآن وصلنا معكم إلى فقرة إعلان الفائزين معنا بجائزة الحلقة 14، وكانت بعنوان النازحون غرباء في بلادهم، وكان السؤال: من أي محافظة قدم سكان مخيم الأهمول إلى محافظة مأرب؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي الحديدة الاختيار الأول، والاختيار الثاني إب، والاختيار الثالث الجوف. بالتأكيد كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني، وكل من أجاب معنا واختار الاختيار الثاني لديه فرصة الآن للفوز بجائزة من 3 جوائز وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. والآن سنقوم باختيار 3 فائزين معكم في هذه الفقرة. الآن نختار الفائز الأول وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. إذا بسم الله. إذن مبروك لصاحب الرقم 00967717408178. الآن نختار أيضا الفائز الثاني وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال. إذن مبروك أيضا للفائز الثاني وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني، وصاحب الرقم هو 00967
0577-275-211. الآن نختار الفائز الثالث وأيضاً الجائزة 100,000 ريال يمني، وأجاب بشكل صحيح عن سؤال حلقة الأمس واختار الاختيار الثاني. كانت الإجابة الصحيحة هي محافظة إبن. بسم الله. إذن مبروك لصاحب الرقم 00979712479756. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، وكل فائز ب100,000 ريال مبروك لهم، وسيتم التواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم وإرسال المبالغ المالية، وعادة ما ترسل ويتم الاستلام في اليوم التالي. نحن نحرص على هذه النقطة حتى يتم الاستفادة من هذه المبالغ المالية في هذا الشهر، وأيضا الآن بدأت تجهيزات ربما للعيد. إذن مشاهدي الكرام، أبارك للفائزين الثلاثة وأذكر بأنه ما زالت لديكم فرصة للفوز معنا أيضا يوميا بجوائز البرنامج. والآن أذكر معكم بالأرقام الثلاثة التي اخترناهم قبل قليل بشكل عشوائي، والأرقام الفائزة هي على الشاشة. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، ومشاهدينا الكرام أذكركم الآن بسؤال حلقة اليوم، للسؤال الذي كان حول بطل القصة جمال العزاني، وكان السؤال يقول: كم عدد العمليات الجراحية التي أجراها الجريح جمال العزاني؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 23 عملية، والاختيار الثاني 21 عملية، والاختيار الثالث 10 عمليات. إذن ما عليكم سوى التركيز في تفاصيل القصة حتى تتمكنوا من الإجابة، وربما أن عدد العمليات في العشرينيات، هذه مساعدة، فإما 23 أو 21، لأن الزميل المنتج صعبها قليلا وجعل الأرقام متقاربة. أتمنى لكم حظ سعيد للفوز معنا بجوائز حلقة اليوم وكل يوم. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان وقصة جديدة. نلقاكم إذن في الغد، في أمان الله. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. تحدث في العتمة نور، قد تجعل للليل ضمير، قد تبقي فينا برنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.